أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. النهار اليوم سادت أجواء مستقرة لكن باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العاتية، بينما كان الطقس مائل للدفء إلى دافئ خاصة فوق الأغوار والبحر الميت والعقبة. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة حيث يسود الطقس رطب، فرصة تشكل الضباب الخفيف 8 درجات مئوية كحرارة دنيا، الملموسة 5 درجات، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شرقية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة غدا في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، المفرق رياح نشطة 17 إلى 8، إربد 20 إلى 10، جرش 16 إلى 10، وعجلون 17 إلى 9، مع هبوب للرياح الشرقية المعتدلة السرعة. المنطقة الوسطى الزرقاء 17 إلى 8، البلقاء 19 إلى 12، عمان 16 إلى 9، مادبا 18 إلى 9، والبحر الميت 25 إلى 15. المنطقة الجنوبية الكرك 16 إلى 7، الطفيلة 18 إلى 11، الشوبك 16 إلى 8، معان 18 إلى 6، والعقبة 26 إلى 14. أما المنطقة الشرقية الأزرق رياح نشطة 18 إلى 7، الصفاوي 18 إلى 6، ورويشت 18 إلى 8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.